اهلا وسهلا متابعي قناة نيشان. الان احنا كتوجهنا قطب ساحة جامعة ابن باش نوصل لكم الاجواء الرائعة في فصل الصيف هنا بساحة جامع الفناء بمدينة مراكش كما كتشاهدوا. يعني اجواء رائعة الصراحة، اجواء رائعة هنا بساحة جامع الفناء بمدينة مراكش كما كتشاهدوا. اجواء رائعة يعني صراحة، اجواء رائعة بساحة الجامع. الأجواء بساحة جامع صراحة الأجواء رائعة في ساحة جامع الفناء، لأنه دابا أنه كتكون الحرارة بزوال اليوم وصلت درجة الحرارة واقعية يعني ما فوق 40 درجة ما فوق، يعني الناس ما كتخرجوش لساحة جامع الفناء وإلا كيبردوا الألحاد كما كنقولوا، يعني كيخرجوا مع العائلة ديالهم مع الأبناء ديالهم، مع كاين بعض السياح المغاربة وكذلك السياح الأجانب وكذلك حتى الأبناء مدينة مراكش حتى هما كيخرجوا هاد الترفية هذه اللي هي ترفية الحال الصيفي، يعني صراحة هما تيخرجوا يحاولوا يبدلوا الجو كيف ما يعني كيحاولوا مع الولاد ديالهم مع الأبناء ديالهم كما كتشاهدوا. يعني الفرصة أنك تعرف أن مراكش قرب من ساحة جامع الفناء، يعني المنازل ديالو كتحسوا بيها إن شاء الله، خصوصا أنه الحال الصيفي في الأسبوع المنازل ديالو خالية، هذا كيخرجوا تيحتاجوا أنه يخرجوا يشوفوا ساحة جامع الفناء. المتابعين يعني الصراحة تكون الأجواء يعني حتى منتصف الليل تقريبا ما بين الوحدة زوالا أو الثانية زوالا نزالت السياح المغاربة والأجانب أو الأهل يعني الساكنة مدينة مراكش كيتفوتوا على ساحة جامع الفناء كما كتشاهدوا. المتابعين دائما على البث المباشر من مراكش في هذه الأجواء الرائعة، أجواء رائعة صراحة. جميلة جدا يعني غير أنه راه وصلنا لواحد الوقيته اللي هي 10 يعني 11:90 قربنا لمنتصف الليل ولا زالت الوقود توفد على ساحة جامع الفناء. يعني
يعني فيه جميع الانواع الحركات يعني الفولكلور الشعبي والاهات الشعبيه الموسيقى النقاشات يعني صراحه جميع الفنون كاينه هنا في ساحه جامع الفناء كذلك على انه المأكولات والعصير ويعني جميع الانواع المأكولات كاينه هنا وكذلك العصير وكذلك كما كتشاهدوا مقهى أرغانا المقهى الشهيرة اللي هي مملوءة لآخرها كما كتشاهدوا المتتبعين كانت هشام الآن وكذلك بعض المقاهي كما كتشاهدوا الأجواء أجواء رائعة جدا 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 وكذلك المنطقة المغربية وكذلك المنطقة المغربية يعني الصراحة أجواء رائعة هنا ساحة جمع الفناء.